31 بقول احب الرب يا جميع اتقياؤه. هل معنى اتقياؤه هنا الجسد؟ يعني كلمه تقي انسان تقي، وفسادا يعني شرا، يعني فهو لا تضع التقية كده فسادا، ما لهاش علاقه بالجسد ان هو قعد وتنتم الكلام ده، يعني تفسر التفسير خاطئ. موضوع الصلب السيد المسيح من ناحيه الاناجيل، اول حاجه ممكن نتكلم عنها في محمد شايفها نقطه معينه الناس تفهمها جدا. اللي روى القصه ان كان لوقا او متى او يوحنا او مرقس، هم ما شافوش حد في الصلب، يعني هم ناس سمعوا. يعني انا قبل كده قلت ان في انجيل مرقس في الصفحه 14 عدد 50 بيقول لك فترجاه جميع وهربوا، وفي انجيل متى تركه جميعهم جميع التلاميذ وهربوا، جميع التلاميذ ساعه القبض عليه تركه جميع وهربوا. في انجيل متى في الحاجه 26 الحاجه 56 حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا. مفيش حد كان واقف حد الصلب. وانا قبل كده تحديت ان اي قسيس يقول لي ان لوقا كان واقف حد الصلب وشاف المسيح اصلا من روح، او متى او يوحنا او مرقس، ما كانش في حد. هم سمعوا ان المسيح قال لهم ان معلمكم اصلا من روح، وبداوا يتكلموا على اساس دوت. بالنسبه للعهد القديم، الاستاذ مصطفى طلب ان يجيبوا نبوه ان السيد المسيح مات على الصليب. مفيش اي نبوه في العهد القديم تثبت ان السيد المسيح هيموت على الصليب. بالعكس مزمور 91 اللي انا بقوله للدكتور بيتر دلوقتي مثلا وهو مش شايف معاكم، هو دايما عند مزمور 22 بيتكلم يقول ايه؟ ثقبه يدي ورجلي، يعني بيعمل عمليه تنويم مغناطيسي للمسيحيين. بيقف عند 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 العدد 18 يقسمون الثياب بينهم وعلى لباس يقترعون. يا رب يا دكتور بيتر لو سمحت كمل المزمور الاخر، احنا معترفين ان هم ثقبوا ايديه ورجليه وعلقوه على الصليب، مفيش اي اختلاف فيها، لكن هل مات؟ هل المزمور وقف لحد كده؟ المزمور تكملته 19 على طول بيتكلم بيقول اما انت يا رب فلا تبعد يا قوتي اسرع الى نصرتي. يعني بعد ما ثقبوا ايديه وعلقوه على الصليب هو بيد ربنا بيقول له اما انت يا رب فلا تبعد عني يا قوتي اسرع الى نصرتي. بنقول لك يا دكتور بيتر ان في رد جه من الله سبحانه وتعالى على سيد المسيح في مزمور 91. مزمور 91 دوت انا بقول دلوقتي لا لا باسبوك ولا في اي يعني متحول في الورقه. يعني بارك الله فيك استاذ مجدي، يعني مظبوط، يعني ملاحظاتك مهم لاثراء الموضوع امبارح، يعني كان يا ريت حكيت امبارح، لكن ممكن ان شاء الله في لا نريد ان نخرج كثير عن الموضوع عن صلب الموضوع اللي قررناه اليوم، لكن مش مشكله، لكن هي التساؤلات ممكن نرد عليك الاب بيتر مدروس اذا شارك معنا اليوم او بكره. فمعنا الاستاذ فادي عزيز من ايطاليا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، معاك يا باشا. تفضل استاذ فادي. ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله رب العالمين، تفضل. والاستاذ عبد المؤمن والاستاذ هاني، انا عايز ارد عليك بس يا استاذ مصطفى، انت حضرتك عايز ايه من العهد القديم؟ طب هو انت حضرتك يا وحضراتكم هل تؤمنون بالعهد القديم؟ يا سيدي الفاضل، المسيح يسوع المسيح نفسه هو اللي قال فتشوا الكتب. أنا بقول لكم أنتم فتشوا الكتب. يسوع المسيح نفسه قال إن هو ده اللي حصل حسب موسى والمزامير والأنبياء. طب إذا حسب موسى والمزامير والأنبياء، حسب كلام المسيح نفسه، هل فيه نبوءة واحدة بتقول إن هو، سيبك من أنا أؤمن بيه ولا ما أؤمنش بيه، أنت اللي بتؤمن بيه. أنت تؤمن بهذا العهد القديم. وأنت الذي تؤمن بأن المسيح قال هذا الكلام وقال فتشوا الكتب وقال الكلام ده كله حصل لكي يتم ما حدث ما 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 قيل في الكتاب. هات لنا بقى نبوءة واحدة بتقول إن هو هيموت على الصليب. تفضل أستاذ فادي عزيز، تفضل. طيب يا أستاذ ماشي يا أستاذ محمد، طيب ما يكفيكش الكلام اللي قاله الرب تبارك اسمه بلسانه الرب يسوع في انجيل متى؟ ما يكفيش الكلام اللي هو شهد عنه بنفسه عن نفسه. لا أنا لا، لان الرب اللي قال الكلام ده هو زي ما بتقول حضرتك مش ممكن يناقض نفسه ويناقض العهد القديم. لما بيقول ان فتشوا الكتب هي اللي بتشهد ليا، ويقول ان ده دم حسب الكتاب حسب الناموس موسى والانبياء والمزامير، مش ممكن هو يناقض نفسه. فإذا قال كلمة يقتلوه أو يقتلونه أو يقتل أو كذا، لازم نفهمها بقى إن هو ما يقصدش دي حرفيا، يقصدها مجازيا، وإلا يبقى في تناقض، يبقى هو نفسه بيقول حاجة وبينقض نفسه، وده لا يجوز ولا إيه؟ طيب
تفضل. يا استاذ يا استاذ مصطفى. ايوه يا سيدي. يا استاذ مصطفى. ايوه يا سيدي. سامعك. يا استاذ مصطفى الله لا يشمخ عليه، انت تقاوم الله، مكانكم كده انتم يعني البرنامج نفسه ده بيقاوم الله. اذا كان هو ده الحوار الصريح يا استاذ محمد شريف، رجاء رجاء تركز معايا شويه وخلي الحوار يكون، خلي الحوار يكون بيننا كده في سهوله. الاستاذ عبد المؤمن بيقول، الاستاذ عبد المؤمن بيقول، بيقول ان هو اسلم نفسه. هذا كذب. كذب ازاي؟ لما اذا ان الرب بنفسه بيقول لي سلطان ان اضعها ولي سلطان انا اخذها، اني اضعها من ذاتي. يعني المفروض لو هيكون في حوار بيننا وبين بعضينا ما تقاوموش الله، ما تقاوموش الله، لان الله لا يشمخ عليه، الله لا يشمخ عليه. هاي خلي الاستاذ مؤمن يرد عليك في الموضوع. استاذ مؤمن يا اخي انا لم اقول ان المسيح اسلم نفسه عن إرادة، أنا أقول هو لم يرد أن يسلم نفسه، هو لم يرد هذه الكاس ليشربها، هو لم يرد أن يعلق على الصليب ويموت على الصليب، وحتى يعلق على الصليب هو لم يرد. ليس أنت، هو الكتاب كتابكم المقدس هو الذي يقول بأن المسيح كان مختفيا مع تلاميذه، وأحد تلاميذه الخائنين هو الذي دل على وجود المسيح هناك لليهود وللآخرين، ثم بعد ذلك دعا ربي فلتعبرني هذه الكاس، ثم قال إلي إلي لما شبقتاني. قلنا طيب لنقبل أنه لأنه كان في جسد بشر، لذلك ننتظر منه هذه علامات الخوف، لا بأس. بعدما قام من الموتى وكان إلها خالصا، نحن نقول لماذا كان يختفي بعد ذلك إذا لم يكن بشرا؟ كان عليه ألا يقول لتلاميذه لا تخبروني أحدا، وبدلا من أن يذهب إلى الجليل كان يجب أن يتوجه إلى هؤلاء اليهود الذي أرادوا قتله وموته. كان عليه أن يقول ها أنا موجود كما قلت لكم، فالآن افعلوا بي إذا استطعتم شيئا. الأستاذ رشيد من الجزائر، أرجو بإيجاز حتى نخرج إلى استراحة قصيرة ثم نعود. أستاذ رشيد، أستاذ إبراهيم من السعودية، أستاذ رشيد معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. في الحقيقة أنا أود أنا أسمعك يا أستاذ رشيد، لا أستطيع أن أسمع صوت التلفزيون مرارا وتكرارا، قلنا عندما تشاهد تدخل خفض صوت التلفزيون. أستاذ إبراهيم من السعودية، أستاذ إبراهيم من السعودية. نعم رشيد من الجزائر. ألو. طيب أستاذ رشيد تفضل. لحظة أستاذ إبراهيم، أستاذ رشيد تفضل. لا خفض صوت التلفزيون يا أرجو. أستاذ إبراهيم من السعودية تفضل. ألو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير لك وللإخوان اللي أهلا بك. أنا عندي أربعة أسئلة وطلب الله يرضى عليك. تفضل. طبعا السؤال الأول هو إيش موقفكم منا إحنا يا أهل السنة والجماعة؟ طبعا إن شاء الله أنكم أنتم كمان أهل السنة والجماعة. أنا ثقافتي قليلة جدا في الموضوع ده، بس هدينا بنعلم بعض. يعني موقفكم منا إحنا، أنا من وجهة نظري أرى أنكم أنتم يعني من أهل السنة والجماعة. أنتم من أهل السنة والجماعة. ما غلطتش. أتمنى أني ما أكون غلطت عليكم، بس أشوف أنكم يعني شوية في اختلاف بيننا. نعم. السؤال الثاني. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أحمد مرزق غلام رحمة الله عليه، على أي حال أنتم تقولوا أنه هو المسيح المنتظر، وهو كمان هو المهدي المنتظر، وهو كمان المسيح، هو كمان المسيح، فكيف يعني هي تيجي مع بعض؟ يعني اللي أنا أعرفه المسيح المهدي المنتظر من أهل بيت الرسول، واسمه على اسم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، أوكي؟ نعم. وأنه المسيح ابن مريم، عيسى ابن مريم عليه السلام، أنه هو عبراني مش عربي يعني، ولا أعجمي ولا فارسي ولا مو إسرائيلي. إسرائيلي، إحنا نقول إسرائيلي على أي حال. الموضوع الطلب الأخير اللي أنا حاطه، يا ليت تبينون لنا زي ما بينوا قناة الحياة بعض الآيات اللي نزلت على أحمد مرزق غلام.
رحمة الله عليه على أي حال. وثاني أنا كنت حسأل سؤال أخير بس يبدو لي أنه تسأل من أول وأنه أنا طيب شكرا أنا خلاص اقتنعت فيه. شكرا أستاذ إبراهيم بارك الله فيك. تفضل جاوبوا قبل ما نحن نجيبه على سؤاله الأول.